لماذا برأيك؟ من يقف وراء هذا الإسناد، هذا الدعم؟ لماذا تتعنت أثيوبيا تجاه أي وترفض كل مبادرات السلام؟ أول حال أثيوبيا بترى إنه يعني كدولة كإحدى دول المصب للنيل بترى إنه من حقها يعني تأخذ أو تحظى تقصد المنبع سوري دول المنبع باعتبار إنه تأخذ الحصة التي تبقى يعني دون مراعاة للاتفاقيات أو اللوائح أو اللوائح والقوانين المنظمة للمياه أو للموارد الطبيعية المشتركة. فأثيوبيا الآن يعني هدفها في الأول وفي الأخير إنها تملأ السد بأي صورة من الصور. لا أتوقع إنها تميل يعني رغم إصرارها الكبير والمستمر وتعنتها في اتجاه مواصلة ملء السد، ولكن لا أتوقع إنها يعني تميل إلى أي خيار عسكري أو خيار حرب، ولكن تحاول أن تشري. كيف يمكن أن نجمع بين هذين بين هاتين النقطتين، يعني أنها لن تذهب باتجاه الحرب وأيضا أنها لن تتراجع عن ملء السد؟ ما هي أنا بزي أقول هي بتحاول إنها يعني بتحاول إنها تشتري الوقت أو مماطلة لتجاوز. فقد صرح أحد المسؤولين السودانيين قبل فترة باعتبار إنه ملء السد المرحلة الثانية فعليا قد بدأ، يعني والناس حتى الآن تحت المشاورات وتحت والملء أوردي يعني شغال، يعني أوردي هي شغالة فإنها تملأ السد ومواصلة فإنها تحاور وتناقش.